السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إليكم في فيديو جديد. اليوم راح نشرح لكم يعني تطبيق كليب كلابس، يعني تطبيق يمكن الربح منه دولارات. يعني هذا تطبيق يعني تشاهد فيديوهات وتربح صناديق، من هذه الصناديق تحصل على ليكوان، هذه ليكوان، ويمكن يعني ترجمتها إلى الدينار الجزائري، أو ويمكنكم أيضا ربح 5 دولار إلى 10 دولار، 15 دولار، ويتم الدفع عن طريق البايبل. يعني كلما تشاهد فيديو يمدلك صناديق كما هذه، وهذه الصناديق تجد فيها بطاقات. شوف معنا نربحو صندوق ونفتحوه، يعني كل ما تشاهد يمدل صندوق، تشاهد فيديوهات يمدل صندوق. راح نفتحو الصندوق أمامكم، تلقى الصناديق هنا وتفتح وتحصل على ليكوا، وهذه ليكوا يمكن تبديلها بالصناديق. عندي يعني يقول لك 4000 كوا تدي 10 صناديق. دير هكذا، تجيب 10 صناديق وتفتحهم، تلقاهم هنا وتبدأ تفتحهم. يعني في هذه الصناديق يمكن أن تجد فيها بطاقات تاع ديام، هاي بطاقة أمازون. يمكن أيضا ربح بطاقة أمازون، ويمكن ايضا يمدلك كل يوم يعطولك 5 سبينات، تسبيني وتجيب انت وزارك. يمكن ان تحصل على 1 دولار و0.5 دولار، يعني كل يوم يمدولك 5 سبينات. دوك نسبيني امامكم تشوفوا. أنا ربحت 0.01 دولار، مع كل 4 سوايع مدولك سبين. هاي هي، يعني عندما تصل إلى 20، عندما يعني تفتح الصناديق يمدولك. عندما تكمل هذه المهام تستطيع أن تربح إلى 10 دولار، إلى 1 دولار، وتستطيع أيضا أن تربح 10 دولار في أمازون، بطاقة أمازون. يعني راح أعطيكم يعني كود تدخلوا هنا ريدمي، تدخلوا هنا نعطي الكود تدخلوا تقوم بإدخاله في هذه الخانة ويعطولك 1 دولار. يعني تقوم بإدخال الكود الذي سأعطيه لك، ويقومون بإعطائك كود بطاقة 1 دولار، ستربح 1 دولار. وكلما تشاهد فيديوهات كثيرة يصبح حظك أوفر للفوز. يعني والدفع يكون عن طريق البايبل، أو يعني اللي ما عندوش بايبل يقدر يفليكسيهم في الهاتف، يذهب إلى هنا إلى الدولارات أو البايبل، اللي عنده بايبل يسحب البايبل، اللي ما عندوش بايبل يقدر يروح لهنايا ويختار البلد، ألجيريا، يراهم يسكنوا في الجزائر ولا يسكنوا في تونس ولا المغرب ولا مصر. يختار أنا جزائري واختار الجزائري، يحط رقم تاعه ويفليكسيو.
يفليكسيهم، مش حل يجيب 10 دولار يقدر يفليكسيهم، 15 دولار يفليكسيهم. اللي ما عندوش باي بال هناك طريقة، يعني هذه هي الطريقة المثلى، يعني اللي عنده باي بال يسحب بالباي بال. ولا تنسوا الاشتراك في القناة والدعم لنا باللايك.